أعزائي الطلاب، مرحبا بكم. بالتأكيد طرق التحصيل الدراسي، طرق المراجعة، وضع جدول للدراسة في طبعا قرب امتحانات الثانوية العامة، دي مسألة بتختلف من طالب لآخر، ولكن في النهاية بتكون هناك مجموعة من النصائح العامة اللي بيقدمها لينا المدرسين والمدرسات وأيضا الآباء والأمهات، عشان من خلالها نقدر نلم كل أجزاء المنهج المختلف. النهاردة معاكم هنعمل مراجعة شاملة لمادة اللغة العربية، وهنتعرف على شكل الامتحان والورقة الامتحانية وشكل الأسئلة المتوقع أنها تيجي، وكمان الأجزاء المقررة علينا والأجزاء المحذوفة. معانا ومعاكم لإلقاء الضوء حول هذا الموضوع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو أستاذ صلاح عبد المنعم، معلم لغة عربية بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك. اهلا بحضرتك. دايما بنخصص طبعا حلقات لمساله مراجعه يعني اللغه العربيه، لان بنقول اجزائها كثيره جدا يا مستر. يمكن كنا قبل كده اتكلمنا عن القصه والقراءه في حلقه سابقه، النهارده بقى هنتكلم تعبير. عن واتكلمنا عن التعبير، المره دي بقى هنتكلم عن النصوص لانها جزء مهم جدا في المنهج، وكمان النحو. عايزين بقى ناخد الجزء ده ونتكلم عنه، بس في الاول عايزه سؤال كده يعني افتتاحي للحلقه، نقول في وقت مخصص او ايام مخصصه لمراجعه يعني ماده اللغه العربيه، ولا بنعملها على اجزاء؟ يعني يجي يقول مثلا انا هاخد الماده دي في يومين اتنين، ولا كل ما يتسنى للطالب ان هو يراجع يقدر النهارده ياخد جزء وبعد يومين ياخد جزء وهكذا الى ان تكتمل الماده في النهايه؟ طبعا انا قلت يعني قبل كده ان يعني كل العون لاولياء الامور، وخاصه لطلاب الدمج، فعشان كده انا بقول لطلاب يعني لاولياء الامور، لان هم اللي عليهم نسبه كبيره من العمل، ان الوقت اللي ممكن تقدر تتعامل فيه مع الولد او البنت، الوقت اللي سواء بقى حضرتك فاضي والولد كمان عنده استعداد، ده يبقى هو ده افضل وقت ان هو يستوعب فيه، وخاصه ان عندك مواد كتير ممكن انت هتبقى معاه في معظم المواد يعني. طيب احنا عندنا النصوص بيجي بحوالي ثلاث نصوص، في نص اجباري وفي اثنين اختياري. النص الاجباري بيكون لا اما التكافل الاجتماعي في الاسلام، لا اما كنيسه نورت، لا اما لمحات من حياه العقاد، اللي هو نص نثر. التكافل الاجتماعي في الاسلام سريعا بيتكلم عن ازاي الاسلام قدر انه يقضي على الفقر. نزل الاسلام في شبه الجزيره العربيه، فكان شبه الجزيره العربيه مليانه بالفقر، لما جه الاسلام عالج الفقر، وهو عارف ان هو اصل كل داء، يعني عارف ان هو اصل الجرائم واصل المشاكل هو الفقر، فجه الاسلام فعالج اول ما عالج هو عالج الفقر. فتعال نشوف الاسئله اللي جت على النص ده. عالج الاسلام الفقر علاج من يعلم انه اصل كل داء ومصدر كل شر، وقد اوشك هذا العلاج ان يكون بعد توحيد الله ارفع اركان الاسلام شانا واكثر اوامره ذكرا واوفر مقاصده عنايه. السؤال بعد كده بيجي عن المعاني. كلمة داء تعني بداية ولا عمل ولا مشكلة؟ عالج الإسلام الفقر من يعلم أنه أصل كل داء، يبقى أصل كل داء يبقى أصل كل مشكلة. مقاصد مفردها قاصد ولا مقصد ولا قصيدة؟ طبعا مقاصد مفردها مقصد. عالج الإسلام الفقر، هو شبه الفقر بإنسان يعالج، يبقى دي استعارة مكنية، لأنه شبه الفقر موجودة وإنسان يعالج أو طبيب معالج مش موجودة، يبقى دي استعارة مكنية. طيب ضع مكان النقط الكلمة المناسبة. هذا المقال كتب بأسلوب نقط، وهو من حيث المضمون مقال نقط. طيب هذا المقال كتب بأسلوب أدبي، ومن حيث المضمون هو مقال اجتماعي. طب ليه مقال اجتماعي؟ لأنه بيناقش مشكلة اجتماعية. طب ليه هو اسلوب ادبي؟ لانه الاسلوب فيه كان كتير فيه استعارات وفيه تشبيهات وكده. طيب اجب عن سؤال واحد فقط من التاليين، اللي هو طبعا الاسئله اللي بتيجي شعر. النص الاولاني نص المساء. نص المساء بيجيب لي فيه عباره عن اسئله، بيقول لي برضو اختار من بين الاقواس. فعندي الابيات بتقول إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي. إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي، عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفاية لاستشفائي. طيب المساء اللي هو الشعر كان حزين لأنه فارق محبوبته،
ابتعد عن محبوبته، فنصحوا الأطباء والأصدقاء بالذهاب إلى الأسكندرية لعل الأسكندرية تكون دواء له. قالوا روح اسكندرية شم هوا هناك. راح الشاعر إلى الأسكندرية، ولكن طبعا هوا ومية وجمال ازداد حزنا وألما وذكريات. تأثر الشاعر بذلك فكتب هذا النص اللي هو بيبين فيه قد إيه حزنه. طيب، التعلة معناها اليأس والشك ولا التنكر والجحود ولا التلاهي والتشاغل؟ طبعا التعلة معناها التلاهي والتشاغل. يلطف معناها يحرق ويدمر ولا يشعل؟ مضادها طبعا، يحرق ويدمر ولا يشعل ويزيد ولا ينذر ويحذر؟ يلطف عكسها يشعل ويزيد. طيب، التجربة التي مر بها الشاعر تجربة سياسية وطنية ولا عاطفية وجسمية ولا اجتماعية ولا دينية؟ طبعا هي عاطفية وجسمية. الخيال في إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها، الخيال في يشفي هذا الجسم طيب هوائها، طبعا هو شبه هواء الإسكندرية بطبيب يشفي، يبقى برضو استعارة مكنية. النص الثاني من نص النسور، والنسور للشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، بيقارن ما بين نوعين من الناس، النسور والأرانب. طب إيه جاب الناس للنسور والأرانب؟ هو بيشبه الإنسان الطموح القوي بالنسور، وبيشبه الإنسان الضعيف الخامل الذي لا هدف له في الحياة بالأرانب. طيب، قال إيه؟ النسور الطليقة هائمة في الفضاء الرمادي ترصد موقعها في أعالي الجبال. اختياراته، المقصود بالطليقة، طليقة معناها الطامعة ولا المحلقة ولا الطامعة أو الطامحة. طبعا النسور الطليقة، الطليقة يعني الطامحة. أعالي الجبال، مضاد الجبال، أعالي الجبال الأودية ولا السفوح ولا النجاد؟ طبعا علو الجبل عكسه سفح الجبل. الخيال في كلمة النسور، النسور شبه الإنسان الطموح بالنسر، يبقى هنا حذف المشبه وصرح بالمشبه به، يبقى دي استعارة تصريحية. الأبيات السابقة ترمز إلى الطموح والحرية ولا الخمول والضعف ولا اليأس والضياع؟ أنا قلت لك هو جاب النسور رمز للإنسان الطموح، والأرانب رمز للإنسان الخامل. إذن النسور ترمز إلى الطموح والحرية. طب لو قال لي الأرانب ترمز إلى إيه؟ يبقى الخمول والضعف. طيب، نشوف النحو بعد كده. هو بيجيب لي قطعة نحوية، وبتبقى الأسئلة اللي جاية عليها سهلة برضو، حتى الإعراب بيكون سهل قوي. مستر، هي في جزء في النحو محذوف على الطلاب؟ لا، هو ما فيش نحو محذوف، لكن طبعا أسئلة النحو بتيجي سهلة جدا مباشرة وواضحة، ما فيهاش أي نوع من يعني كمان بيجيب لي الإعرابات عبارة عن اختياري واختار من بين الأقواس وكده، فده بيكون سهل قوي بالنسبة للطلاب، واحنا هنحاول ان احنا نبسط لهم الأمور دلوقتي جدا. جميل. طيب، جايب لي قطعة بتقول إننا شباب، إننا شباب مصر صادقون، نحب من يتعاون معنا ونحب من يخالفنا، ما دام التعاون قائما على الاحترام المتبادل، فيا أبناء الوطن ما أجمل أن نتعاون. إننا شباب مصر صادقون. أنا أول حاجة لازم أشوفها ببص الجملة اسمية ولا فعلية. أنا عايزك تاخد بالك وتعرف يعني إيه الجملة اسمية ولا فعلية. إن الجملة بادئة باسم بتبقى جملة اسمية، الطالب مجتهد، المعلم يشرح، السماء ممطرة، يبقى دي جملة اسمية. لو الجملة بادئة بفعل، يذاكر الطالب دروسه، انطلق القطار، يبقى دي جملة فعلية. تمام. طيب، الجملة الاسمية بيبقى فيها مبتدأ وفيها خبر. السماء مالها ممطرة، بسأل عن الخبر بكلمة ماله أو مالها. السماء مالها ممطرة. مثلا الكتاب الذي أقرأه مفيد، أنا عندي الكتاب مبتدأ، ما حدش يجي يقول لي الذي خبر، الخبر هو اللي بيتمم معنى الجملة. نعم. اسأل عنه بكلمة ماله أو مالها. ها، الكتاب ماله مفيد. مفيد، جميل. الكتاب الذي أقرأه مفيد، اسأل عنه بماله. طيب، عندي لو أنا عندي جملة فعلية، تمام، مثلا يذاكر الطالب الدرس، بسأل عن الفاعل بكلمة مين، يبقى أنا عندي في الجملة الإسمية في مبتدأ وخبر، المبتدأ اللي جه في الأول والخبر اللي بسأل عنه بكلمة ماله أو مالها. إنما في الجملة الفعلية بسأل بكلمة مين اللي قام بالفعل، يذاكر الطالب دروسه، هو مين اللي بيذاكر؟ الطالب، يبقى الطالب دي فاعل، والفاعل على طول مرفوع.
بيذاكر ايه الطالب؟ دروسه. يبقى دروسه دي مفعول به منصوب، والمفعول به على طول منصوب. طب تعالى نشوف اللي احنا بنقوله ده على القطعه اللي قصادنا كده ونشوف. اننا شباب مصر صادقون. اننا شباب مصر صادقون، الجمله اسميه ولا فعليه؟ الجمله اسميه، ما فيهاش فعل اهو. طيب بس بدأ بان. اننا، ملنا، ادي النادي اسم ان. ان خد بالك بتنصب المبتدا وترفع الخبر. النادي اسم ان، ملنا صادقون، اذا صادقون دي خبر ان. طب احنا لسه قايلين خبر ان بيبقى ماله مرفوع. خبر ان مرفوع، ودي مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. بص هتلاقي عندي بقى في الاختيارات اهو، صادقون تعرب خبر ان مرفوع بالضمه ولا بالالف ولا بالواو؟ هو جايب له دي طبعا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. طب هو المتبادل تعرب خبرا ولا نعت ولا حال؟ نرجع كده اهو، على الاحترام المتبادل. على الاحترام المتبادل، يبقى المتبادل معرفة ومعرفة، والتانية جاية توصف الأولانية، يبقى ده نعت. على الاحترام المتبادل، يبقى المتبادل ده نعت، ونعت ماله مجرور وعلامة الجر الكسرة. فيا أبناء الوطن، تعال نشوف سؤال أبناء الوطن دي. الوطن تعرب مضاف إليه ولا نعت ولا بدل؟ يا أبناء الوطن، أنا عندي نكرة ما فيهاش ألف ولام، ومعرفة فيها ألف ولام، أبناء الوطن، يبقى دي تعتبر مضاف إليه. نكرة ومعرفة مضاف إليه مجرور. طيب ما أجمل أن نتعاون، تعال نشوف السؤال بتاع الإعراب. نتعاون فعل مضارع، مرفوع ولا مجزوم ولا منصوب؟ تعال نجيبها. ما أجمل أن نتعاون، نتعاون فعل مضارع منصوب. نتعاون ده حاجة بتحصل دلوقتي. طب أعرف الفعل المضارع إزاي؟ يفهم، يقرأ، يسمع. طب ركز معي، فعل المضارع ده عندي لو فعل مضارع اللي هو يقرأ وبيبدأ بحروف كلمة أنيت، يعني بس حاجة بتحصل دلوقتي، يعني مثلا أنيت أفهم أو نفهم أو يفهم أو تفهم، بس حاجة بتحصل دلوقتي، تمام؟ طيب ده الفعل المضارع. أقول لك الطالب يذاكر، المعلم يشرح، الكتاب يفيد، ده فعل مضارع، يفيد ويقرأ وكده فعل مضارع. بس فعل مضارع ماله؟ الفعل المضارع طالما ما جاتش قبليه أداة نصب ولا أداة جزم، يبقى ده فعل مضارع مرفوع. طالما ما جاتش قبليه أي حاجة كده، بنقول عليه فعل مضارع مرفوع بالضمة، لو هو فعل من عادي كده مش من الأفعال الخمس. طيب لو هو جت قبليه أداة نصب، بيبقى فعل مضارع منصوب. طب ايه الادوات اللي بتيجي قبل الفعل المضارع بتنصبه؟ ادوات نصب الفعل المضارع ان ولن وكي وحتى ولام التعليل. تاني، ها، ان ولن وكي وحتى ولام التعليل، وفي حاجه عندي اسمها فاء السببيه ولام الجحود. دول ادوات نصب الفعل المضارع. طب ايه ادوات جزم الفعل المضارع؟ ادوات جزم الفعل المضارع لم بالميم، ولن هي لا تهمل، لا تحزن، لا تتراجع، ولم الأمر اللي أنا بأمر بيه، أقول لك لتقرأ كثيرا، لتستيقظ مبكرا، لام الأمر بتجزم الفعل الإيه؟ المضارع. طب أنا جاي قبل الفعل اللي عندي ده أن نتعاون، أنا لسه قايل لك أدوات نصب المضارع أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، يبقى أن نتعاون ده فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتح. طيب تخير الصواب مما بين القوسين لما يأتي. كلمة التعاون مصدر لفعل ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي؟ طب أنا أعرف إزاي كلمة التعاون مصدر لفعل رباعي ولا خماسي ولا ثلاثي؟ هات الماضي من كلمة التعاون. الماضي من التعاون يا ترى تعاون؟ تعاون. تعاون ده كم حرف؟ نعد كده، تعاون ده كم حرف؟ خمسة. يبقى ده مصدر لفعل رباعي. هو لما يقول لي مصدر لفعل كم بجيب الفعل بتاعه، يعني أنا مثلا كلمة زي كلمة إكرام ده مصدر، هات مصدر لفعل إيه؟ أكرم. أكرم، أكرم كم حرف؟ أكرم أربع حروف، يبقى ده مصدر لفعل إيه؟ رباعي، وهكذا. طيب كلمة قائما،
اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغة مبالغة؟ طيب أنا عايزك أنت تعرف معايا كده وتركز. دي حاجة اسمها عندي المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، حاجة اسمها عندي المشتقات. طب أنا أعرف منين؟ اسم الفاعل هو اسمه اسم إيه؟ اسمه اسم فاعل. آه يبقى بيجي على وزن فاعل، لاعب، سامع، قارئ، نائم. طيب ممكن يجي على وزن فاعل، طب لو ما لقيتش اسم الفاعل على وزن فاعل، ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مخلص، محسن، مؤمن، منطلق. تاني يبقى اسم الفاعل بدور على حاجة على وزن فاعل، حاجة نفس الوقت، لاعب، سامع، قارئ، نائم، ما لقيتش حاجة أولها ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، سامع، مؤمن، مخلص، منطلق. طيب ده اسم الفاعل، ما لقيتش، لقيت ده اسم الفاعل، قال لي طب استخرج اسم مفعول او ده اسم مفعول، اعرف ازاي ان ده اسم مفعول؟ هو اسمه ايه؟ اسمه اسم مفعول، يبقى بدور على حاجه على وزن مفعول، مسموع، مفهوم، مقروء، مشهود، هو اسمه اسم مفعول، يبقى حاجه على وزن مفعول. او ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر، مهذب، مثقف، موظف. تمام؟ يبقى اسم الفاعل حاجة على وزن فاعل أو ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، اسم المفعول حاجة على وزن مفعول أو ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. طب صيغ المبالغة، صيغ المبالغة عندي خمسة أوزان. صيغ المبالغة فعول، فعيل، فعال، مفعال، فاعل، خمسة أوزان، فعول، فعيل، فعال، مفعال، فاعل. افتكر بالجملة دي، الله غفور رحيم جبار وأنت مصداق حذر. غفور رحيم جبار مصداق حذر، صيغ المبالغة بيجوا على الأوزان دي. طيب هو تعالى نشوف كده بقى وشوف انت هتعرف تقول لي اللي عندي دي. كلمة قائم مشتق، نوع قائم، شيل التنوين كده، ده اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغة مبالغة؟ ها قائم، قائم على وزن ايه؟ فاعل، يبقى ده اسم ايه؟ فاعل، يبقى ده مشتق نوعه اسم فاعل. طيب يا ابناء الوطن، يا ابناء الوطن، كلمة ابناء تعتبر منادى، علم ولا مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ تعالى كده هتلاقي ابناء الوطن، ابناء وجاية بعديها كلمة الوطن، ابناء الوطن، طالما جاي بعديها مضاف اليه نكرة ومعرفة يبقى ده منادى مضاف. طيب نكشف عن دامة في المعجم، في مودة ولا ممدة ولا ميدة؟ طبعا دامة بنكشف عنها في دومة، 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 دال والواو والميم. نكشف عن كلمة يدوم في دومة ازاي؟ انا اجيب الماضي دامة، الماضي من دامة ايه؟ الماضي من دامة هي دامة، بجيب فيها ألف، بعمل ايه عشان اعرف اصل الألف ديت؟ بجيب المضارع. طب هات معايا كده المضارع من كلمة دامة، المضارع من دامة ايه؟ يدوم، يدوم. يبقى طالما قال لي فيها طلع اصلها واو، يبقى لما يجي يقول لي اكشف في المعجم عن كلمة دامة هتلاقي انها اصلها واو، يبقى دوامة، زي قال، يقول، قولة، نام، مثلا نوم، يبقى نومة، وهكذا. يبقى لما يجي يقول لي اكشف في المعجم عن كلمة دامة في دوامة. طيب دي كانت قطعة معانا، هنجيب بقى قطعة تانية ونشوف كده اللي هي بتتكلم عن اللغة العربية. واحنا طبعا بنديله اكتر من نموذج لاكتر من قطعه، لكن زي ما حضرتك قلت هي بتكون في النهايه في الامتحان قطعه نحو واحده بس. طبعا ومتضمنه الاسئله او الاشكال المختلفه للاسئله يعني. بالتاكيد كده، وهي طبعا بتبقى قطعه نحو، وانا بتيجي كمان بالشكل الاختياري اللي احنا شفناه، وسهله جدا يعني، ممكن نتعامل معاها بسهوله قوي. جميل. طيب تعالى نشوف القطعه اللي قصادنا كده، بتقول ما اجمل اللغه العربيه. جميلة دي، جاية في موقعها. وكانت ديت امتحان السنة اللي فاتت بتاعتهم يعني. ما أجمل اللغة العربية، إنها لغة البيان والناطقون بها
يتميزون برجاحة العقل، فقد كان السابقون يحسنون التحدث بها، لهذا السبب ازداد عدد المتحدثين بها حتى وصلت إلى أماكن يصعب الوصول إليها. طيب، تخير الإعراب الصواب للكلمات التي تحتها خط. كلمة العربية، لسه قايلك في النموذج اللي فات، اللغة العربية، شوف حاجات بتتكرر اهو، اللغة العربية. لما يكون معرفة ومعرفة والكلمة التانية بتوصف الأولانية، معرفة ومعرفة والكلمة التانية بتوصف الأولانية، يبقى ده نعت، يبقى العربية. أو مثلا الكتاب المفيد، السماء الممطرة، المعلم المعروف، يبقى كلمة العربية نعت. طيب، برجاحة العقل برضو متكرر في النموذج السابق، نكرة ما فيهاش ألف ولام، ومعرفة فيها ألف ولام، نكرة ومعرفة، يبقى الكلمة التانية مضاف إليه، برجاحة العقل، نكرة ومعرفة مضاف إليه. طيب، هو جايب لي هنا السبب، بدل، مجرور ولا منصوب ولا مرفوع؟ هو أنا عرفت منين إن كلمة السبب ديت بدل؟ اسم فيه ألف ولام بعد اسم الإشارة، طالما اسم فيه ألف ولام بعد اسم الإشارة بدل، ويكون مشار إليه، أقول لك هؤلاء الطلاب، هذا المعلم. طب بدل ماله؟ بدل، البدل من التوابع، البدل من التوابع يا طلاب الأعزاء. يعني إيه من التوابع؟ يعني ما عندوش شخصية، يعني لازم أشوف اللي قبله عشان أعرف أعربه. طب إزاي؟ أنا عندي لهذا، لهذا جاي قبلها حرف جر، لهذا جاي قبلها حرف جر يعني مجرور، يبقى السبب دي تعتبر بدل مجرور، بدل مجرور وعلامة الجر القصر. هو هنا بيسألني السبب بدل مجرور ولا منصوب ولا مرفوع؟ ده بدل مجرور. ازداد عدد المتحدثين بها، ازداد عدد، عدد تعتبر ايه؟ انا قلت لك اسأل نفسك الجملة فعلية ولا اسمية، ازداد ده فعل ولا اسم؟ ازداد، ازداد ده فعل ماضي، تمام. ازداد عدد، انا قلت لك في الجملة الفعلية بسأل بكلمة مين؟ بسأل بمين؟ مين اللي قام بالفعل؟ هو مين اللي ازداد عدد؟ مين اللي ازداد عدد؟ طيب، يبقى كلمة عدد تعرب خبر ولا فاعل ولا مفعول به؟ هو في الجملة الفعلية بيبقى فيه فاعل أو مفعول به. طب هنا مين اللي ازداد عدد؟ يبقى عدد هنا فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضم. طيب، تخير الصواب مما بين القوسين، نفس الحكاية اللي احنا خدناها. كلمة الناطقون تعتبر صيغة مبالغة ولا اسم فاعل ولا صيغة مبالغة ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ الناطقون، أنا عايزك تركز معايا، ناطق على وزن فاعل، الناطق، أنا لسه قايل لك من شوية، الناطقون بتبقى لما الحاجة بتيجي على وزن فاعل بتبقى إيه؟ اسم فاعل ولا مفعول ولا صيغة مبالغة؟ فاعل، يبقى دي اسمها اسم فاعل. طيب، زي في النموذج السابق، السؤال التالي، يتميزون، فعل مضارع مرفوع، يتميزون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ولا الضمة ولا الواو؟ الفعل المضارع اللي بيبقى آخره واو ونون أو ألف ونون أو يه ونون، زي مثلا يفهم، يفهمون أو يفهمان أو تفهمين، اسمه من الأفعال الخمسة، يسمع، يسمعون، يسمعان، تسمعين، ده بيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. يبقى هنا يتميزون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الشرق مطلع الشمس، كلمة مطلع اسم مكان ولا اسم مفعول ولا اسم زمان؟ الشرق مطلع، خد بالك، هي اسم الزمان والمكان بيجوا على وزن واحد، بيجوا على وزن مفعل أو مفعل، بس بعرف إن كان اسم زمان ولا مكان من خلال الجملة. إزاي؟ يعني أنا لو جيت قلت لك المسجد مسعى المصلين، مسعى هنا ده اسم مكان ولا زمان؟ مسجد مسعى، يبقى ده مكان. طب أنا لو قلت الصباح مسعى العمال، مسعى صباح، صباح ده زمان ولا مكان؟ زمان، بيدل على زمان، يبقى مسعى هنا اسم زمان. الليل مسعى النوم، الليل مسعى، يبقى الليل ده بيدل على وقت، يبقى مسعى اسم زمان. المطار مهبط الطائرة، المطار ده مكان، يبقى مهبط هنا تدل على المكان.
هنا الشرق مطلع الشمس. الشرق ده زمان ولا مكان؟ الشرق مكان، يبقى مطلع هنا تعتبر اسم مكان. نكشف في المعجم عن كلمة رجاحة في مادة جرحة ولا رجحة ولا حرجة. احنا قلنا بنعمل ايه؟ بجيب الماضي. رجاحة رجحة رجحة، زي مثلا كتابة كتبة، قراءة قرأة. يبقى نكشف في المعجم عن كلمة رجاحة في رجحة. كشف المعجم عن رجاحة في رجحة، وكده يبقى احنا عرفنا طريقة الكشف في المعجم. عندنا وقت نكمل ولا هي كده السؤال الخاص بالنحو خلص ولا سؤال النحو كده النحو خلص، بس احنا ممكن يعني انا يعني ممكن في معانا وقت كان يعني ممكن دقيقه كمان حضرتك، الجزء الخاص بالمعجم ده ممكن نقوله بشكل طيب جميل. اصل احنا في المره اللي فاتت قلنا ان كشف المعجم مثلا كلمه زي كلمه الدوام بنجيب الماضي. انا عايز اعرف كشف المعجم بعمله ازاي. بجيب الماضي، اجرد الماضي من حروف الزياده واوصله لثلاث او اربع حروف، ولو في حرف علة، عارفين ايه حروف العلة؟ الواو والالف والياء. يعني مثلا جه قال لك شف في المعجم عن كلمة الصيام. هجيب الماضي صامة. طب حد هيقول لي ما خلاص كده صامة. لا، بجيب بقى المضارع عشان اعرف اصل الالف اللي في النص ايه. صامة يصوم، طلع اصل الالف واو، يبقى صوامة. اكشف في المعجم عن كلمة سماء. تمام، هجيب الماضي اخر كلمة بقى. ماشي. سماء، سما في الف، فبجيب المضارع يسمو، طلع اصل الالف واو، يبقى سماوة. يبقى كشف معجم في سماوة. جميل، نشكر حضرتك مستر صلاح عبد المنعم لمجهودك النهارده معانا وتقديم مجموعه من النصائح المختلفه لطلاب الدمج. بشكرك يا فندم. العفو، بتمنى لكل طلاب الدمج يعني التوفيق، وده نموذج شامل باذن الله يكون فيه اجزاء من الامتحان وربنا يكرمهم باذن الله. ختاما اعزائي الطلاب بنقول ان في مجموعه من النصائح المختلفه اللي طلعنا بيها من حلقه اليوم هي التدريب على اسئله الامتحانات المختلفه وورقه الامتحانات والنماذج المختلفه، مهم جدا. دي النصيحه الاولى ليكم. النصيحه الثانيه هي المراجعه ثم المراجعه ثم المراجعه، ودي بتقع على الطالب بشكل كبير جدا ان هو لازم قبل طبعا فتره الامتحانات لازم يراجع كل الاجزاء الخاصه باللغه العربيه اللي احنا تحدثنا عنها النهارده في حلقتنا. بنتمنى ليكم التوفيق، شكرا لحسن المتابعه.